عملت سماح كوبايه. عملنا شخصيه اسمها سماح كوبايه على انستغرام، مكسره الدنيا طبعا. لا سماح كوبايه عملت عليه تيك توك. بالظبط. والصوت عجبني جدا والشخصيه عجبتني جدا. فانا دخلت فقمت عامله طرحه كده، فقمت قلت لهم مساء الخير يا جماعه، معاكم اختكم سماح كوبايه. اي حد عايز يسالني على الميك اب، لفه الطرحه، البندانة كده يعني. ايوه شفتها. لا هي متعلقه على التيك توك جدا التيك توك. انا حابه التيك توك قوي. ايوه انا لقيت نفسي. قالت لي مين تاني على تيك توك غير سماح كوبايه؟ في ناس تانية، في حد اليومين دول ترند قوي يعني الله يرحمه، استاذ سعيد صالح. الله يرحمه. فعاملين له حته برضو بتاعت حكت لامي وامي نمامه حكت لي وانا وامي دودو 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 دودو. خلصنا على الكلام كله. ده استاذ سعيد صالح الله يرحمه. الله يرحمه. ترند اليومين دول. ايوه كوبايه. انت كمان ليكي صور. بس ليا ساعة في قضايا. هنعرض لك صورة دلوقتي لأوكا. يعني بطلت الحاجات دي من لا لا لأوكا. صورة لأوكا.